السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشارك معاكم سيجار أو صبيعات بالخضر. تنحتاج جوج حبات ديال البصلة مشلضين مزيان، جوج حبات ديال الفلفلة، وحدة حمراء وحدة خضراء مقطعين صغار، شوية القرعة محكوكة، شوية خيزو محكوك، شوية ديال الجبن محكوك. بالنسبة للتوابل تنحتاجو شوية الإبزار، شوية الخرقوم، تحميرة، جوج فصوص ديال التومة، شوية الملح، شوية ديال الزيت. على بركة الله تنبدأ بالبصلة هي الأولى. نحط البصلة في المقلاة ونحطها تشحر، ندير لها شويه ديال الزيت، من بعد ما تشحرت لي البصله تنضيف لها الفلفله تنضيف لها خيزو. تنبقى نحرك شوية بشوية، تندير لها نار مهيلة باش تشحر لي على خطرة. تنضيف لها قبيصة الملح، شوية الإبزة، شوية الخرقوم، نص معلقة ديال التحميرة، نحك جوج فصوص ديال التومة، نضيف عليها القرعة محكوكة، نبقى نحرك فيها مزيان، محدا هي تتشحر وانا تنحرك. من بعد ما طابت الحشوة هنزيد عليها الجبن المحكوك، نبقى نحرك مزيان، غير جربوهم البنات راهم تيجيو زوينين بزاف. هانتوما انا عندي الورقة الصغيرة تندير فيها شوية،
هانتوما تنسدها بشوية البيض باش ما تحليش هانتوما بكل سهولة. هنزيد وحدة اخرى تنقاد الحشوة هانتي تنتنيها البنات وما تنزيراش بزاف باش ما تطرطقليش الورقة. هانتوما تنديرها مرخوفة تتطوى بكل سهولة. تندهن الطاوة بشوية ديال الزيت وتنحط فيها الصبيعات وتندخلوها الفران. ملي كيطيبو كنحطوهم في طبق التقليد.